ناقش لقاء منتدى الفكر العربي موضوع مخاطر العولمة وأثرها على الهوية والثقافة السياسية، حيث قدم الأكاديمي والباحث الدكتور محمد سلمان المعايعة محاضرة تناول فيها تأثير العولمة على تطور الأيديولوجيات السياسية. التفاصيل في التقرير التالي. لتعزيز وتقوية الهويات الأيديولوجية الفرعية القائمة على الثقافة والأثنية والدين وتوسع الاقتصاد الرأسمالي وعولمة الثقافة، نظم منتدى الفكر العربي محاضرة بعنوان مخاطر العولمة وأثرها على الهوية والثقافة السياسية. الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبو حمور أشار في كلمته أن العولمة كفكر وواقع لها تأثيرات وتداعيات متفاوتة شهدنا وسنشهدها في المستقبل، وعلينا التعامل بوعي شامل مع تحدياتها إزاء الثقافات وكذلك إزاء أدواتها الاقتصادية والسياسية الفاعلة. العولمة إحنا لها مضار، ويجب أنه إحنا نجد المناعة عند جميع فئات وطبقات المجتمع حتى أنه يكون عندهم المناعة لردء مخاطر العولمة. وهل العولمة أنه لها منافع وبالتالي إحنا يجب أن نغتنمها ونعظمها؟ صحيح أنه يعني العولمة هل هي فرض لبعض النماذج الموجودة في العالم، وبالتالي يعني إحنا نقول دائما إذا لم يكن لديك خطة فأنت جزء من خطة الآخرين. يجب أن يكون عندنا في الوطن العربي نوع من النموذج الخاص فينا حتى أنه نشارك في العولمة بدل ما نكون متلقين، أنه نكون مساهمين ومشاركين في العولمة وتبعاتها وآثارها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو حضارية أو فكرية. صحيح أنه في المنتدى الفكر العربي كمان إحنا قمنا بإصدار عدد من المواثيق، هاي المواثيق تم إعدادها بروية وبتأني الميثاق الاقتصادي والميثاق الاجتماعي وبصدد الميثاق الثقافي، إصدار ميثاق ثقافي ومن ثم بيئي وسياسي. هذه المواثيق بمجموعها تشكل في مجموعها مشروع نهضوي عربي. هذا المشروع النهضوي العربي هو على غرار النموذج الغربي اللي احنا قاعدين بنتابعه واللي احنا قاعدين نتلقاه ويعني احنا بنقلده. كمان الأوراق النقاشية الملكية هي جزء من الفكر والنموذج الجديد، لأنه هو أول قيادة على مستوى العالم بتقوم بإصدار أوراق نقاشية لشعبها بهدف الحوار والنقاش وأخذ ما هو مفيد وجديد لبناء الدولة المدنية اللي تقوم على العدالة والحرية والمواطنة، وأنه المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، وأنه ليس الهوية أو الأصل أو العرق أو الدين هو ما يجذب أو يمنع المنافع، وإنما هو المواطن الحق ضمن إطار الدولة المدنية. وإن أخطر ما تقوم به العولمة عن طريق أجهزتها الإعلامية والوسائط الاتصالية برأي الباحث السياسي محمد المعايع هو محاربة الأفكار وضرب الاعتقاد وتفكيك روابط التميز. لكن هذه العولمة تقوم على عدة مبادئ، منها العولمة الاقتصادية والعولمة السياسية والعولمة الثقافية والتكنولوجية، ومن ضمن العولمة العولمة الثقافية، ولها هذه الجزئية مخاطر كثيرة لأنها تهدف إلى الغزو الثقافي إلى العقول العربية. فمن خلال العولمة الثقافية هناك غزو فكري لجميع المجتمعات التي لا تعيل نفسها لعدم وجود مشاريع تربوية وثقافية ونهضة علمية تستطيع أن تطرح برامج ومشاريع تنافس فيها الغرب لتحصين أبنائها وأبناء ومقومات الدولة وثقافتها من مخاطر هذه العولمة. مخاطر هذه العولمة طالت النسيج الاجتماعي، فظهر كثير من ظواهر التطرف والإرهاب والتفكك الأسري والبطالة التي والظروف الاقتصادية السيئة والحالات الاجتماعية التي كانت في الأصل نادت بها العولمة من خلال العولمة الاقتصادية، التي قالت أنه من خلال التوسع في مشاريع الاقتصادية وممثلة في خصخصة المشاريع ممكن أن نبني استثمار جديد يحل مشاكل البطالة وبالتالي نحل المشاكل المترتبة على القضايا الاجتماعية الأخرى. فالعولمة كما لها إيجابيات هي لها سلبيات، وسلبياته أكثر على الوطن العربي لعدم وجود مشاريع تحصينية وأمن
فكري يجابه هذه الآفة التي انطلقت وانفلتت بشكل واسع نتيجة استخدامها للوسائل الاتصالات السريعة التكنولوجيا التي غزت الجميع. المشاركون في المحاضرة أكدوا على ضرورة تزويد المحاضرات وتكثيفها لتوعية المواطنين، حيث أن منهم مؤيدين ومعارضين لنظام العولمة.